نبحر في اول نشاطات هذا الصباح مع الكبار ومع الثمانية كيلو مترات اشواط التميز في صباح هذا اليوم، ثمانية اشواط مخصصة لسن الثنايا. نتابع مع حضراتكم اولى الانطلاقات واول التحديات في صباح هذا اليوم، شوط خاص بالابكار المحليات الاصايل تنطلق من خلال هذه الاسماء المميزة وهذه الاسماء الفاعلة. ترحيبنا بكل الاخوة الحاضرين وترحيبنا كذلك بالمتابعين في انطلاقات هذا الصباح وهذا التحدي. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء يسير مسار هذا الشوط وتسير اندفاعات الانطلاق والمنافسة في اول التحديات. نسير على بركة الله الى البداية والمركز الاول، وماذا تحمل لنا من عناوين المنافسة في مسافة الثمانية كيلو مترات. المقدمة تأتي سرابة لسيف بن سعيد الخريباني النعيمي، هو من يتقدم الان ويقدم سرابة على اول المنطلقين نحو المركز الاول. ثاني المراكز تصل فيها الشاهينية، علي بن عبد الله بن محمد الرميثي هو الواصل والمحتل لثاني المراكز مع تقديم المنافسة القوية في هذا الصباح. نقله إلى المركز الثالث إلى هملولة، سيف بن محمد بن سيف الغفلي هو من يتابع هملولة لتحتل المركز الثالث. المركز الرابع ها هي مشاهدي الأعزاء مياسة في المركز الرابع، مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يتقدم نحو رابع المراكز ويقدم مسار هذا الصباح مع وجود مياسة. بينما المركز الخامس وصلت مختارة، تعود ملكيتها لمطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، هنا يتقدم بحياب ليقدم كذلك لنا اختيار ومختارة في لقاء هذا الشوط. بينما المركز السادس من الجانب الاخر ها هي ديمة لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي من يقدم ديمة على مسار هذا الشوط وتحديات هذا الانطلاق والتحدي في مشاركات اليوم. المركز السابع شعار الرميثي يتواجد على ظهر جواهر، علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يتقدم في منافسة شوطنا الأول. والمركز الثامن، المركز الثامن ها هي الشاهينية لسعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي من يحتل المركز الثامن. والمركز التاسع ها هي الشاهينية سلطان بن عبيد بن حمد الاجتبي ياتي في المركز التاسع مشاهدينا الاعزاء. بينما المركز العاشر هناك تواجد واسماء اخرى منطلقه في لقاء هذا الشوط، هناك الدرعي يتواجد ليقدم شواهين خليفه بن سالم بن حمدي الدرعي. ها هي النتيجه حبلنا الكريم للعشر المراكز الاولى، العشر المراكز المنطلقه في لقاء هذا الشوط في منافسات التحدي الاول المشارك في هذه اللحظات. نعود لنتابع حضراتكم وماذا يدور من منافسات ولقاءات في شوطنا الاول في شوط التحدي وشوط المنافسه الجميله. اول الاشواط الصباحيه يبدا في الاقلاع والطيران نحو الناموس لاشواط النخبه واشواط التميز في صباح هذا اليوم. أعود أيها الحبل الكريم ليتابع المركز الأول، وهملولة لا تزال على مقدمة الشوط ولكن غيرت الشاهينية، غيرت الشاهينية سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي أهالي الباطنة أكيد من سلطنة عمان في مشاركة هذا الصباح ومشاركة تحديات اليوم الأول للكبار هنا في آخر أشواط التميزات، آخر أشواط السباقات في انطلاقات هذا الموسم الكبير، هذا الموسم الناجح. هنا يأتي الرشيدي على المركز الأول ليقدم البداية، يقدم هملولة في صدارة هذا الشوط بمشاركة قوية واندفاعات رسمية نحو التألق والإبداع والاستمتاع. المركز الثاني نسير إلى الغفلي في المركز الثاني وإلى هملولة واصلة لتحتل المركز الثاني، سيف بن محمد بن سيف الغفلي هنا يقدم كذلك
هذه النادرة، هذه الجوهرة على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الآن مختارة ومطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي يتقدم كذلك ويقدم مختارة في اختياره لهذا الشوط، في اختياره للكبار ومنافسات وتحديات الكبار دائما أكيد لها تشويق وإثارة في كل تحديات المنافسات. سرابة في المركز الرابع، نعود لسرابة نتابع سيف بن سعيد الخريباني النعيمي من يقدم سرابة في مشاركات الصباح. والمركز الخامس، المركز الخامس نشوف الرميثي بدأ يتقدم، علي بن عبد الله بن محمد الرميثي يقدم الشاهينية على المركز الخامس. 4 كيلومترات حبرنا الكريم، تنتهي المرحلة الأولى مرحلة الاندفاع، ولكن يبقى الإبداع والتخطيط القادم في 4 كيلومترات الأخرى في منافسات هذا الشوط الأول الرئيسي في صباح اليوم. نشوف المركز الخامس الآن، تسللت الجواهر، علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يصل مشاهدين الكرام ليحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس ديمة أحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي، وسابع المراكز سرابة سيف بن سعيد الخريباني النعيمي. المركز التاسع، المركز التاسع والمركز الثامن هاي اللي تقدمت مياسة ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري يأتي في المركز الثامن في هذه المشاركة حتى هذه اللحظات. هذه الأسماء يا الحفل الكريم المتنافسة، الأسماء المتقدمة وتحديات البداية. نعود يا الحفل الكريم لنتابع، نواجه الشاهينية مرة أخرى، لها كذلك سير في انطلاقات هذا اليوم، لها تسجيل نقطة في ميدان المرموم. ها هي الشاهينية تتقدم، سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي من يحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي الشاهينية إذن مشاهدين الكرام تسير للمركز الأول معلنة عن حضورها في هذه المشاركة، عن حضورها في هذا الإبداع والاستمتاع. إذن على أرضية المرموم تسير في أشواط التميز والنخبة، والشاهينية حتى اللحظة هي صاحبة المركز الأول، صاحبة الإبداع هناك في النشاط الصباحي. نشوف هملولة في المركز الثاني، عندك يا الغفلي، ها هي هملولة سيف بن محمد بن سيف الغفلي من يحتل المركز الثاني، كذلك يقدم هملولة. هملولة هذا الشكل والنوع الفريد اللي تتقدم فيه من جديد في منافسات اليوم ومنافسات التحديات. آخر ومشاوير الكبار بالنسبة للثنايا في هذا الموسم على الإطلاق. ها هي هملولة المركز الثالث، نسير إلى المركز الثالث، نشوف أحمد بن عبد الله بن علي ياتي هنا مشاهدينا الكرام. الرميثي وصل الرميثي ليقدم الشاهينية، علي بن عبد الله بن محمد الرميثي يحتل المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء. جواهر في المركز الرابع، علي بن خليفة الرميثي في هذه المنافسات في هذه التحديات. المركز الخامس، المركز الخامس مختارة، تتواجد مختارة مشاهدينا الكرام لحياب بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي ياتي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. سرابة في المركز السادس سيف بن سعيد بن الخريباني النعيمي من يحتل المركز السادس، لكن وصلت الشاهينية الأخرى سعيد بن قشاط الشامسي يحتل المركز السادس في هذه اللحظات في أول ندى للشاهينية في هذا التحدي وهذه المنافسات. ها هي النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء، 6 المراكز الأولى تنطلق وتتنافس لنيل الفوز والانتصار ونيل ناموس هذا الشوط، ناموس التميز، ناموس التحدي والنخبة أكيد في مشاركة أسماءنا وتحديات الكبار مع هجن أبناء القبائل. ولكن لا زالت الشاهينية تتقدم هناك من المركز الأول من البداية حتى هذه اللحظات. الشاهينية سعيد بن ناصر الرشيدي هو لا المنطلق على المركز الأول والباحث عن أول الانطلاقات. يا سلام، هالي الباطن أكيد يطالبونك بالسلام يا أبو عسكور يا أبو ناصر، هو المتقدم وهو الباحث عن الانتصار المميز والثمين في المركز الأول. لا تزال الشاهينية تقدم هذا الحضور الذي يسير كذلك بحضورها القوي وحضورها المميز. هملولة في المركز الثاني، متواجد سيف بن محمد الغفلي يقدم هملولة
في المركز الثاني، لكن حذاري وصلكم بن قشاط، وصل بن قشاط الشامسي، وصلت الشاهينية هنا لسعيد بن قشاط الشامسي يحتل المركز الثالث. في هذه اللحظات يبغي السلام لهالي الوقن، يبغي السلام لهالي الوقن. بينما المركز الرابع هناك الرميثي يتواجد على المركز الرابع، والمركز الخامس مختار الإحياء بمطر بن حضير ملكتبي. ها هو المسار، ها هي التحديات، ها هي النتيجة بدأت الآن تتغير، بدأت تتبدل في هذا الموقع عندما دخلنا في أجواء الاثنين كيلومتر الأخيرة. ولكن نقول 1200 على خط النهاية، العنوان الرسمي لانطلاقات المرموم. ونشوف المركز الأول، نشوف هملولة غيرت وسيطرت على المركز الأول، سيف بن محمد بن سيف الغفلي على صدارة هذا الشوط. ها هي هملولة ترقص على الميدان والمركز الأول. يا سلام يا سلام يا هملولة، لا زالت مسيطرة. الشاهينية تحاول، سعيد بن قشاط الشامسي هو من يحاول على المركز الثاني، يقدم الشاهينية بدون أي أوامر. حتى هذه اللحظات ما صدرت الأوامر، لكن أكيد عندما تصدر الأوامر تتغير المسميات، تتغير تحديات الشوط الشوط الشوط. ولا زالت المسيرة ثنائية ثنائية، بعدما كان الرشيدي كذلك مسيطر مع الشاهينية، غيرت الآن الشاهينية الأخرى. سعيد بن قشاط الشامسي غير إلى المركز الأول، الغفلي يحاول حتى اللحظات الأخيرة، والكل مشاهدين الأعزاء رفض أن يقدم حتى هذه اللحظات الأوامر، لكن صدرت الأوامر، صدرت الأوامر. وهملولة، هملولة والشاهينية، الشاهينية وهملولة، ولكن هملولة مسيطرة. سيف بن محمد الغفلي على المركز الأول، والشاهينية قادمة، الشاهينية الله يا شاهينية بدأت تتسلل، بدأت تتسلل، بدأت تتسلل مشاهدينا الأعزاء، وتبعث السلام لهالي العين وهالي الوقن في هذه الانطلاقة. ها هو سعيد بن قشاط بن سعيد، أو سعيد بن قشاط الشامسي يقدم لنا الشاهينية في المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي الشاهينية تسلم على أهل العين، على أهل العين دار زين. ها هي مشاهدينا الأعزاء في لحظاتها الأخيرة عندما صدرت الأوامر استجابت للندى وقدمت الإنجاز المميز وأول الأشواط الصباحية. تهانينا والناموس لسعيد بن قشاط الشامسي على هذا الفوز. المركز الثاني هملولة لسيف بن محمد بن سيف الغفلي يحتل المركز الثاني مع وجود هملولة. مشاهدين الكرام المركز الثالث وصل للدرعي خليفة بن سالم بالحمدي، الدرعي يقدم شواهين في ثالث المراكز في هذه الانطلاقة. بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الشاهينية علي بن عبد الله بن محمد الرميثي، والمركز الخامس الرشيدي قدم الشاهينية في الانطلاقة الخامسة. التوقيت الزمني حبلنا الكريم 12 دقيقة 58 ثانية 8 الزمن الثانية. تهانينا لسعيد بن قشاط ومفتاح الشامسي على فوز الشاهينية بالمركز الأول وتقديم هذا التحدي وهذه المنافسة القوية والمميزة. وأسعد الله مساكم يا هالي، أصبحكم يا هالي العين وهالي الوقن. المركز الثاني حضرت هملولة 12 دقيقة 59 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد أو محمد سيف بن محمد بن سيف الغفلي على هذا الفوز وهذا الانتصار اللي قدمته هملولة مشاهدينا الكرام في مشاركة هذا الشوط الأول. بينما اللي حضرت على المركز الثالث في ثالث المراكز في هذا التحدي نشوف لحظات وصولها لخط النهاية معلنة عن حضورها هنا شواهين خليفة بن سالم بالحمدي الدرعي 13 دقيقة 7 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.